الدورة الثالثة للقمة العالمية للاقتصاد الإسلامي في دبي يشارك فيها أكثر من 3000 من الخبراء والمختصين والمسؤولين وصناع القرار في مجال الاقتصاد الإسلامي. نجاح صناعة الحلال كان موضوع مناقشة من قبل لجنة الخبراء المختصة. الحلال لا يتعلق فقط بالأكل، يمكن أن يكون غذاء وأيضا مستحضرات التجميل، ويمكن أن يكون مواد صيدلانية، يمكن أن يكون مواد ملامسة للأغذية، ويمكن أن يكون من الجلد. كل هذه تدخل ضمن فئة الحلال. أكثر من 1,700,000,000 مسلم عبر العالم يزداد طلبهم على اختيار الحلال كطريقة للعيش. نحن ننشر ثقافة الحلال في كل من الأغذية والسياحة والمال، ونحاول الوصول إلى جمهور دولي أين يصبح الحلال جزء من طريقة العيش تمس كل مسلم في أنحاء المعمورة. صناعة الحلال تعرف نموا كبيرا، لكن 80% من الحلال يأتي من بلدان غير مسلمة. مراسلة يورو نيوز من دبي تقول: دبي تريد أن تصبح محورا جديدا للحلال. الخبراء اجتمعوا في القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي، يقولون أنهم يساندون إنتاج الحلال أيضا من قبل البلدان والشركات غير المسلمة، ولكن مراقبة مسار الإنتاج تتم من قبل سلطات مؤهلة.